هذا ليس صحيحا. وفي هذا المقطع سنطلعكم على أنواع من الماعز لن تصدق بأنهم موجودون حقا، حيث ستصادفون مجموعة من أكثر أنواع الماعز ندرة وجمالا حول العالم. لكن قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد من فيديوهاتنا. هل أنت مستعد؟ إذن هيا بنا نتعرف عليها. ماعز بوير. تتواجد سلالة ماعز بوير بشكل رئيسي في جنوب قارة إفريقيا، حيث أنها تستخدم أساسا في إنتاج اللحوم، كما أنها تعتبر جزءا من تاريخ الطبيعة الإفريقية. ولكن من المرجح أن تكون هذه السلالة تابعة لسلالة الماعز المتواجدة في جنوب إفريقيا، والتي كانت تربى من قبل العشائر المحلية في قديم الزمان. ومع مرور الوقت على تهجين سلالات الماعز مع بعضها البعض، عرفت هذه السلالة باستخدامها بشكل رئيسي في إنتاج اللحوم. في الحقيقة إن الصفات الوراثية المميزة لهذه السلالة تجعل منها واحدة من أكثر السلالات المستخدمة في إنتاج اللحوم في العالم. ومن الجدير بالذكر أيضا أن سلالة ماعز بوير تعتبر الأضخم من بين الأنواع الأخرى، حيث أن جسدها يحتوي على كمية كبيرة من اللحم. في البداية كانت سلالة ماعز بوير تعتبر من الحيوانات المميزة والمحبوبة عند عامة السكان المحليين، ولكنها الآن أصبحت مشهورة في جميع أنحاء العالم، كما أن هذه السلالة من الماعز أصبحت مشهورة في عالم المباهاة والتظاهر، حيث يقوم الناس بإظهار ما يمتلكون من الماعز أملا منهم بأن يربحوا جوائز قيمة على ذلك. الماعز الدمشقي نسبة للعاصمة السورية دمشق. في الحقيقة من المعروف بأن أنواع الماعز مختلفة عن بعضها البعض من ناحية المظهر، إلا أن الماعز الموجودة في مدينة دمشق مختلفة اختلافا كليا عن بقية الأنواع الأخرى، حيث يمكن أن يكون هذا النوع من الحيوانات الأكثر جمالا أو غرابة ورعبا من أي شيء سبق أن صادفته في حياتك من قبل. في الواقع أن من يحب حيوان الماعز هو من يقرر فيما إذا كانت جميلة أو مخيفة. يمتلك ماعز مدينة دمشق وجها مشابها لوجه الكلب الأقرع، وهذا التشبيه يعتبر بمثابة مجاملة لهذا النوع من الماعز في مرحلة الصغر. يكون هذا الماعز الدمشقي رائعا وجذابا للغاية، إلا أن حجم الفكين عنده يزداد عندما يكبر في السن، وهذا ما يحدث تغييرا كبيرا في مظهره لدرجة أنه يبدو للبعض مخيفا جدا، ولكنه في الواقع يحب البشر كثيرا، وذلك لأنه يعتبر حيوانا وفيا ومحبا ومسليا أيضا للأشخاص الذين يربونه. ولكن بذات الوقت الذي يعتبر فيه مسليا وجميلا للبعض يعتبره الآخرون مخيفا وأن خللا وراثيا قد حصل له، إلا أنه حيوان فريد من نوعه ويتمتع بخصائص غريبة لا تتواجد عند الأنواع الأخرى من الماعز. ماعز منطقة مالو في الهند. يعتبر هذا الماعز من أكثر أنواع الماعز شهرة وشعبية في الهند، حيث أنه يشتهر بلونه الأبيض الناصع وشكله الرائع الملفت للنظر. الغريب في الأمر هو أن بعض هذا النوع من الماعز يمتلك قرونا بينما البعض الآخر لا يمتلك. تشتهر الإناث بغزارة حليبها ودسامته، وهذا ما يمكنها من إرضاع صغارها بشكل كافي حتى يستطيعوا أن يكبروا ويصبحوا أقوياء مباشرة بعد الولادة. وفي الختام، تمتلك سلالة ماعز مالو مكانة شعبية كبيرة عند سكان الهند، وذلك يعود كما ذكرنا قبل قليل إلى وفرة ودسامة حليبها ولون جسدها الأبيض الناصع. ماعز الحجاز نسبة إلى المملكة العربية السعودية. يعتبر هذا النوع من الماعز من أكثر الأنواع مراوغة وحنكة، حيث يتواجد بكثرة في أراضي المملكة العربية السعودية. تستخدم هذه السلالة بشكل رئيسي في إنتاج اللحوم الحيوانية. تعرف هذه السلالة من الماعز بامتلاكها لشعر أسود طويل، إلى أن بعض الحالات المسجلة من ذات الفصيلة أظهرت وجود بعض الماعز المختلفة تماما عن التي ذكرت، وهذا ما يفتح بابا للتكهن عن إمكانية وجود أنواع مختلفة أكثر في البرية. ولكن ماعز الحجاز يتمتع بخاصية مميزة واحدة يمكن لأي شخص أن يتعرف عليها، ألا وهي امتلاكه لأذنين طويلتين متدليتان تقريبا إلى نصف طول قدميه. وبرغم ذلك كله، إلى أن رؤية ماعز الحجاز نادرة جدا، وذلك لأنه يتمتع بألوان مختلفة وأشكال متنوعة يصعب على الشخص معرفتها، ولكنه بالتأكيد يعرف من خلال أذنيه الطويلتين.
ماعز سيروهي نسبة إلى مقاطعة سيروهي في الهند. إن أهمية هذه السلالة من الماعز تكمن في أنها قادرة على إنتاج اللحم والحليب معاً، وهذا ما يدفع المربين والعاملين في قطاع المنتجات الحيوانية إلى الاهتمام بها كثيراً. تعتبر سلالة السيروهي من أشهر سلالات الماعز في الهند، حيث تقدر أعدادها بحوالي 3 ملايين، كما أنها السلالة الأكثر فائدة مادياً من بين جميع السلالات الأخرى المتواجدة في الهند. تتميز ماعز السيروهي بسرعتها في إنتاج اللحم، وهذا ما يجعلها الماعز الأفضل في عملية إنتاج اللحوم. المذهل في الأمر أن ماعز السيروهي تزداد 5 كيلوغرام وزناً في كل شهر، وذلك بالاعتماد على تناولها لوجباتها الاعتيادية من دون أي زيادة. ماعز كالاهاري الأحمر نسبة إلى صحراء كالاهاري في إفريقيا. تعتبر سلالة هذا الماعز من أجمل السلالات في العالم، حيث تم تسميتها بهذا الاسم نسبة إلى صحراء كالاهاري في إفريقيا. تتمتع هذه السلالة بلون جسد أحمر فاتن، وهذا ما يجعل من أسعار بيعها غالية جدا، كما أنها تعتبر من السلالات المقاومة للأخطار المحدقة بها كالتغيرات المناخية والأمراض التي تصيب الحيوانات عادة، سواء في الجسد أو في منطقة الجلد الخارجية. وبسبب نشوئها في الصحراء قادرة على تحمل الظروف المناخية القاسية ودرجات الحرارة العالية جدا من دون أن تعاني من أي مشاكل صحية، تستخدم بشكل رئيسي في إنتاج اللحوم الحيوانية. ماعز منطقة توكينغبيرغ في سويسرا أيضا. يتحدث الناس بكثرة عن هذه السلالة المميزة من حيوانات الماعز، والتي تتواجد بشكل أصلي في سويسرا، حيث تتمتع بحجم متوسط ولون جسد بني، كما أن هذا النوع من الماعز يعتبر من أكثر الحيوانات تكاثرا على الإطلاق. تستخدم هذه الماعز أساسا في صناعة المنتجات الحيوانية، والتي تصدر لأكثر من 50 بلدا حول العالم. وفي الخلاصة إن هذه السلالة من السلالات الرائعة والمذهلة حقا. ماعز فالعي ذو الرقبة السوداء. ينسب هذا النوع من الماعز ذو الرقبة السوداء إلى مقاطعة فالي في جنوب سويسرا، حيث تشتهر هذه السلالة من الماعز السويسرية باعتزازها بنفسها بطريقة مميزة عن الحيوانات الأخرى، بالإضافة إلى امتلاكها لجسد ممزوج باللونين الأبيض والأسود الجذابين. في الحقيقة يطلق على هذا الماعز السويسرية ألقاب ومسميات عديدة، ولكنه من السهل التعرف عليها عن طريق شكلها المميز. ما هي أكثر فصيلة أصابتك بالدهشة اليوم في هذا الفيديو؟ أخبرني في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة. نراكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء.